جاهزة تسمعينا توقعاتك عربيا ونبلش بسوريا. سوريا 2018 رغم استمرار المعارك المعارك حتبقى مفتوحة، حشوف في جولات تفاوضية يعني أنه حنفوت على مفاوضات وسوتشي ولكن حتكون جلسات وراء بعضها، يعني ما حتنتهي بأول لقاء أو حتى بأول قعدة. 2018 نهاية الحرب بسوريا، وبنفس الوقت أنه بشوف أنا مفاوضات أستانة إلى تقدم وهزيمة جبهة النصرة، تغييرات على مواقف الرياض تجاه سوريا، تغييرات إيجابية. تغيير كبير. نعم والله. تغييرات بشكل إيجابية، بقاء الأسد ولهجة خطابية تجاه سوريا الأسد من تركيا، يعني حتى حشوف أنا السياسة التركية حلقية بلهجة ألين وبلهجة خطابية فيها نوع من التفاهم. بدء المفاوضات مع كافة الأطياف، استئصال جبهة النصرة مثل ما قلنا، جولات تفاوضية، تمويل للإعمار وبدء الإعمار وتحرير إدلب، هالتحرير رح يكون سريع، عودة الرقة وحقول الغاز إلى سوريا إلى حضن الدولة، يعني لجم العدو الإسرائيلي في المناطق الحدودية، وبشوف الدبابات السورية داخل الجنان. وكنت حكيت بالسابق وقلت أنه شريك بشار الأسد شريك بالنصر الآتي اللي هو بتحرير الجنان، والعمليات العسكرية قلنا باقية، إدلب، حلب، حما، وكمان في تحرير وانتصارات وإنجازات كثير مهمة، وفود دبلوماسية بسوريا والمجتمع الدولي يفتح قنواته للتواصل مع سوريا، استئناف العلاقات الدولية مثل ما قلنا، ولبنان كمان الوفود اللبنانية، وكمان عودة العلاقات إلى سوريا، وكمان عم شوف انسحاب إيراني وحزب الله من سوريا مع الاحتفاظ بوجودهم العسكري ونفوذهم. الدور الروسي لن يتراجع والقواعد العسكرية حتبقى ستبقى. وكمان عم شوف في دور للصين بالنسبة لقواعد عسكرية. بس خليني معلي أطشك هون. إيد بإيد سعد الحريري وبشار الأسد، عم نقول في لقاء قريب، حيكون في لقاء قريب. اذا عم نقول في عندي تغييرات على مواقف الرياض تجاه سوريا، يعني اكيد حيكونوا، هذا بياثر علينا بلبنان وبياثر كمان على الرئيس الحريري. حلو. فبشوف مش رح انتقل انا وياك.